لارض الملعب ولقاء مع فاروق صلاح مراسلنا في ارض الملعب ولقاء مع الكابتن يحيى يوسف المدير الفني اللي بنقول له مبروك وان شاء الله بالتوفيق في مباراتين بكره ان شاء الله. اتفضل يا فاروق. من جديد ده بجد التحيه طبعا بيك يا كابتن هيثم وبضيوفك الكرام كابتن ياسر صلاح والكابتن محمد عبد الوارث وبكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان عقب نهايه اللقاء وفوز النادي الاهلي في مباراه القمه على سيدات الزمالك بنتيجه 35-28 خطوه مهمه زي ما حضرتك قلت يا كابتن هيثم قبل طبعا مواجهه سبورتنج والشمس، لكن هنتكلم بشكل اكبر على المباراه. بينضم لي في هذه الاثناء الكابتن يحيى يوسف المدير الفني لفريق سيدات النادي الاهلي. كابتن يحيى تحيات الكابتن هيثم الكابتن ياسر صلاح كابتن محمد عبد الوارث بيباركوا لحضرتك على المباراه النهارده خطوه مهمه جدا في مشوار البطوله والحفاظ على لقب بطوله الدوري السيدات. طبعا برحب بقائد الاهلي وبالكابتن هيثم وكابتن ياسر صلاح وكابتن محمد الوارث. طبعا الحمد لله طبعا على المكسب النهارده. طبعا احنا حامل لقب البطوله دي وان شاء الله احنا جايين ان شاء الله برده ان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله بكره وبعده وناخد بطوله الدوري. ده تعبنا ومن اول الموسم بس الدوريات المجمعه كل ليها استراتيجيه معينه مع بعض اللعيبه كمان. لو هو اللي صوته بتاعيه كابتن هيثم وكابتن ياسر وكابتن عبد الوارث شاف ان انا اصلا في لعيبه مريحه في حتى جوه السكور وبره السكور انا مريح لعيبه بحيث ان دي ثلاث ايام وماتشات تقيله بعد في رمضان طبعا وبعد الفطار ان انا يبقى عندي مخزون لعيبه ان انا اقدر اكمل بيه ماتشين بكره ماتش صعب بكره مع سبورتنج وبعده برده ماتش مع الشمس فريقين محترمين. فكل دوره مجمعه طبعا كل دوره مجمعه ليها حساباتها اصلا عشان كده كنت مريح ما رضيتش ادخل من الناس اللي انا مريحه دي حد بحيث ان هم عندهم اكبر راحه ممكنه. طبعا الحمد لله على المكسب وان شاء الله احنا بنحضر اصلا كمان من النهارده نحضر الماتش بكره ماتش سبورتنج ان شاء الله. كابتن يحيى كباتننا في الاستوديو التحليلي كلموا في نقطه مهمه جدا قال لك ان الضغط على النادي الاهلي اكبر. النادي الاهلي مطالب طبعا بالمركز الاول عناصر الخبره الموجوده في النادي الاهلي ده اكيد بيبقى ضغط على النادي الاهلي في المباراه في مقابل التعامل مع سرعات نادي الزمالك. الامر ده الكابتن يحيى اتعامل معاه بشكل اكثر من رائع وشفنا الشراسه الدفاعيه في النادي الاهلي في على مدار شوطي اللقاء. بص طبعا بص يا في طبعا مفيش لعبه فيهاش اخطاء مفيش اخطاء يبقى مفيش اهداف. الشوط الاولاني كان الدنيا مش لذيذه شويه في الدفاع وكده بحيث ان الشوط الثاني لعبنا واحد مان على اخطر واحده فيهم مريم عمر رجليها سريعه تفورك بتاعها سريع فبتقدر تعدي او تعمل زياده فعملنا ما عملت مان عليها الضغط عندي قل شويه مع طبعا العناصر الموجوده طبعا غير كمان عندي كمان لعيبه في الوينج ليفت فرح حازم وعندي روان باك رايت روان سعيد دي مواليد 2002 لما بدخلهم جوه الجيم بحيث ان كمان يوم عندهم استعداد لبكره والبعده. طريقه الدفاع طبعا بتغير على حسب مجريات اللعب انا كنت بادئ ب 6-0 وممكن اغيرها ل 5-1 او مان تو مان كل ماتش ليه ظروفه طبعا على حسب ممكن طريقه الدفاع اللي انا بادئ بيها النهارده ممكن ما ابداش بيها بكره خالص بقى طريقه مختلفه خالص على حسب الفرقه اللي انا هلاعبها. اتمنى ان شاء الله يبقى نشوف اخطائنا النهارده او قبل الفطار بكره نشوف اخطائنا ايه وندركها وربنا يكرمنا ان شاء الله بكره. كابتن يحيى قاعد هتتابع مباراه السبورتنج والشمس تشوف المباراه لان الخطوتين الجايين مهمين جدا سواء سبورتنج او الشمس. اكيد طبعا لازم اتابعهم ان شاء الله طبعا هم فريقين مهمين فلازم العب عليهم طبعا بحيث ان انا اشوف نقطه القوه والضعف عندهم ان انا بكره هلعب سبورتنج وانا كل ماتش مش هفكر في ماتش الشمس بعد بكره لما افكر في ماتش سبورتنج اللي هو بكره ان شاء الله. يحيى بنبارك لك خطوه وانتهت ان شاء الله بالتوفيق في الخطوتين الجايين ونحافظ على لقب الدوري باذن الله. الحمد لله وان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله بالدوري ان شاء الله ان شاء الله. شكرا. كابتن هيثم ده كان لقاءنا مع الكابتن يحيى يوسف المدير الفني لفريق سيدات النادي الاهلي عقب نهايه اللقاء طبعا وفوز النادي الاهلي على فريق الزمالك سيدات الزمالك في مباراه القمه بنتيجه 35-28 خطوه مهمه زي ما حضرتك قلت وزي ما كابتن قالوا فاضل خطوتين تانيين لكن سيدات النادي الاهلي ان شاء الله على قدر المسؤوليه ويحسموا البطوله. من جديد تعود الكلمه للكابتن هيثم السعيد. زميلي العزيز فاروق صلاح بشكرك شكرا جزيلا وصدقت كل التوفيق للفريق وان شاء الله يقدم مباراه بكره جيده.